قررت السلطات العمومية تشجيع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل ضمان تطوير نسيج صناعي حقيقي من شأنه المساهمة في جهود التنمية الوطنية، ولا سيما من خلال شراكات مع المؤسسات الأجنبية وطبعا منها الإسبانية التي نشجعها بالأحرى على القدوم الاستقرار والاستثمار في الجزائر بعد تخلي بلدنا من قاعدة 51-49 وتكريس حرية العمل لفائدة الشركات الأجنبية التي تتمتع في هذا المجال بنفس الحقوق والمزايا التي تحظى بها المؤسسات الوطنية.